يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أثنيتم في الدرس على الشيخ عبد القادر الجيلاني، هل يعتبر إماما ومن علماء السلف المعروفين المعتبرين جزاكم الله خيرا؟ نعم، هو إمام جليل ومن علماء السلف ومن أصحاب الإمام أحمد بن حنبل، هو حنبلي، هو حنبلي، وله كتاب من كتب المذهب اسمه الغنية لعبد القادر، له كتاب في المذهب، وهو إمام جليل وعابد تقي، لكن الذين انتسبوا إليه كذبوا عليه ونسبوا إليه النحلة هذه. نعم، نحلة القادرية. نعم.